تفكر بها وقصت هذه الدعوة ولخصت ولخصت بهذه الدعوة للجيش المصري الآلي العظيم. كنتم حماة الظهر كنا أبد الآبدين تحمون ظهورنا، كنتم حماة الظهر في السماء مرتفع سماتكم، كنتم حماة الظهر تحمون بأيديكم ما لا يقوى الشعب المصري عليه، كنتم حماة الظهر في سنوات كثيرة وجئتم لنا تغير أيام الست من أكتوبر 73 إذ انتصر فيها الجيش المصري على الجيش الذي لا يقهر، وقد قهر هذا الجيش تحت نعال وبيادات القوات المسلحة مع كلمة راعي القوات المسلحة المصرية وعبر أكاديمية ناصر العسكرية معالي اللواء نهج الشريف الطاهر. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا احنا بنشكر الدكتورة حنان على الدعوة الكريمة، وبنرحب بأبطالنا وأساتذتنا أبطال حرب أكتوبر المجيد اللي هم رفعوا رايتنا ورفعوا كرامتنا ورفعوا كرامة الشعب المصري كله. الشعب المصري على مر التاريخ عبر ثلاث عبور رئيسية. العبور الأول من عصر الاستعباد، وبواسطة برضو الشعب والجيش قدر يعبر فترة الاستعمار ونتحرر وتبقى دولة ذات سيادة. ثم عبور 73 استرداد الكرامة الوطنية، الكرامة اللي كانت اهدرت في 67 لولا شعب مصر العظيم اللي وقف مع جيشه ونزل وقال هنحارب وسنقاتل ودفعوا الغالي والنفيس من اموالهم واولادهم لصالح المجهود الحربي، وتم النصر في 73 واصبح لمصر درع وسيف بركه فيهم، ضحوا بالكثير عشان نبقى احنا قاعدين القعده دي. العبور الثالث عبور مصر لاسترداد الهوية المصرية في 30/6/2013، كانت الهوية المصرية تطمس لولا قيام الشعب المصري بتحرير نفسه وعودة هويته. تحية للشعب المصري العظيم اللي تملي دايما في ظهر جيشه، لان احنا جيش الشعب والشعب جيشنا، وكل سنة وانتم طيبين، وان شاء الله تفضل مصر دايما في أعياد مرفوعة الراية، وبإذن الله نفضل كده على طول نحتفل مع بعض بكل الانتصارات. متشكرين.